في نداء مع الاخوان في شؤون شرطه محافظه ميسار، راح نستقبل اتصال. الو شؤون. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك اخي؟ اخوي الكريم، اهلا وسهلا بك. انا مواطن عندي معرض بالبيع، صاحب معرض. قبل سنه ناشدناكم هذا برنامج بالبرنامج مالكم. بس من فضلك بالتميل. من فضلك اخوي الكريم، اول شيء تنطينا اسمك جنابك الكريم، وثاني شيء اذا كانت من فضلك اذا كانت مناشدتك باسامي بدون ذكر اسامي. نعم. لا لا ان شاء الله ما في اسامي. انا المواطن بشير ابراهيم علي. نعم تفضل اخ بشير. صاحب معارض بالبيع. نعم. وعندي يعني بعض اكو بعض المعارض هم مجمعين يمد يسمعون هذا يعني هذا الكلام وياكم، انت جنابكم الكريم قبل سنه خابرناكم. نعم. وعده كانت مناشده ووفيتونا المناشده. نعم. يعني بارك الله بكم، برنامجكم قيم وتحلون مشاكل المواطنين. يسلم. واحنا مواطنين ان شاء الله، عندنا احنا مشكله بالمعارض مال البيع. نعم. المشكله قبل فتره سدوا مدخل المعارض من جهه السيديه، اكو ما يطلع قبل طريق واكو يمين. هذا اليمين الشرطه الاتحاديه سدوه. نعم. سدوه فقطعوا رزقنا، حوالي احنا 100 معرض انقطع رزقنا، صار لنا شهر انقطع رزقنا. يعني شلون سدوه اخي العزيز؟ سدوه لان اكو مستثمر سد اخذ المجال مال الطريق مالنا. نعم. سدوه تشينكو اجى مستثمر يقوم من طلعنا على ابو الشرطه الاتحاديه، ابو الشرطه الاتحاديه يعني جناب الكريم استجاب لنا وقابلنا امر السريه ودانا على امر الفوج، يعني متعاونين ويانا الشرطه الاتحاديه، بس قالوا هاي مو بيدنا، بيد المستثمر. زين احنا شنو مشكلتنا احنا؟ احنا صاحبين معارض، رزقنا انقطع. زين اخي العزيز، اخي العزيز بس اسمح لي، يعني هاي المنطقه احنا مارين بيها ومن اكثر من مره، يعني انتم راجعتوا امانه بغداد البلديه، شنو الاجراءات اللي صارت؟ الموضوع يعني محصور يم الشرطه الاتحاديه ام يم البلديه وامانه بغداد؟ والله احنا للامانه ذبوها على الشرطه الاتحاديه، نروح على الشرطه الاتحاديه ذبوها على الامانه، فاحنا من جنابك نريد الناشد نقابل مدير الشرطه الاتحاديه. يعني حتى ناخذ وجهاء كم واحد من نقابله في سبيل حل مشكلتنا، احنا وجهاء من المعارض نطلع نروح لفد ثلاثه اربعه نقابله، واحنا جنابكم قبل سنه خابرناكم على امس سدوا نفس الشغله، سدوا المعارض وجنابكم من خلال برنامجكم فتحوه، اجى ابو الشؤون مال شؤون الشرطه الاتحاديه وفتحها لنا. نعم. بارك الله بكم، احنا ليش خابرناكم؟ لان كان طريق يعني رسمي. نعم. هذا واجبنا مساعدتكم. فاحنا الناشد من جناب من برنامجكم الكريم انا مقابل مدير الشرطه الاتحاديه في سبيل يحل هاي المشكله، لان هاي 100 معرض انقطع رزقهم واحنا على باب الله. اخ بشير. الكريم على باب الله. اخ بشير خلي رقم الهاتف الخاص بك لدى الكنترول، وان شاء الله بعد البرنامج نحاول نامن لكم اتصال. اسمع النداء. شكرا جزيلا. شكرا. تابع هذا النداء. برنامج لشؤون السيطره. برنامج لشؤون السيطره. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في الشرطة الاتحادية العميد محمد المحترم بخصوص طلب المواطن بشير إبراهيم علي مع مجموعة من أصحاب المعارض في منطقة البياع يناشد بخصوص غلق طريق مخصص إلى أكثر من 100 معرض حسب ادعاءة تأمين. طلبوا المواطنين لقاء السيد قائد الشرطة الاتحادية المحترم لطرح مشكلتهم وحلها. بارك الله بك، إذا بالإمكان تحديد موعد من عدمه. بارك الله بك. على مدير شؤون الاتحادية. الو معاون مدير شؤون الشرطة الاتحادية. اخي تم تدوين المعلومات الخاصة بالمواطن بشير ابراهيم علي، وبامكانه التوجه الى مقر القسم لغرض تامين اللقاء مع السيد قائد الشرطة الاتحادية. نعم. وعندنا اجابة من الحلقة السابقة. تفضل. المتصل. تفضل سيدي. علي حسين رجب. نعم. المنصوب الى الفوج الثالث لواء السادس. الفرقة الثانية. نعم. تم شمول المنتسب اعلاها بالعفو بموجب قرار محكمه قول الامن الداخلي الثانيه في 3/10/2019 وعليه مراجعه وعده لاكمال الاجراءات القانونيه. جيد. معاون مدير الشؤون الاتحاديه. نعم سيدي بارك وجودك. شكرا سيدي واضح. برنامج الو شؤون سيدي واضح. تفضل. اشكرك اخي على ما اسمع من ذا السيد العقيد المحترم، اذا امكن اخذ الموافقات بالمقابله ومن ثم توجيه المواطنين. بارك الله بك. بالتأكيد. نعم واضح اخي واضح، ان شاء الله الاجابه خلال الوقت البرنامج. شكرا سيد العزيز. انا معاون مدير شؤون الاتحاديه سيدي. نعم مدير شؤون الشرطه الاتحاديه. اخي بخصوص المتصل باسم لطيف نعمه صالح، تم تدقيق المعلومات والاجراءات كامله الباقي على التخصيص المالي. بخصوص
اتصال المواطن بشير ابراهيم علي، تم التنسيق مع مكتب سيد خالد شرطة الاتحادية، ولحتى لم يرد الموعد النهائي نوافيكم بالاجابه خلال وقت البرنامج ان شاء الله. نعم. وتم تدوين معلومات المتصل احمد قاسم غازي الحلقه السابقه، وتم تدوين اسم المفوض سجاد رزاق مهندس الاستعلامات غير استقباله والتقديم اللازم له. شكرا سيد العزيز. نعم شكرا، بارك بجهودك معاون مدير شؤون الاتحاد سيدي. شكرا. واضح برنامج الو شؤون سيد رجان بخصوص الاجابه لاصحاب المعارض لحد الان فقط بالتنسيق، وايضا الاجابه المتصل باسم لطيف نعمه للتخصيص المالي، وايضا مفوض سجاد تم تدوين معلومات كامله، والمتصل السابق للفرقه السادسه ايضا حاليا بالاجراء. تفضل سيدي. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء العقيد والي المحترم. نعم سيدي شكرا، بارك الله بك. شكرا لك يا سيدي على الاجابه.